وللأسف الشديد فيه من يستأنف ويتكبر عن الحلقات، كما سمعت أحد الدعاة قبل أيام يقول سبحان الله المساجد مهجورة، المساجد يقول لك أنا جيت مريض، قال لي طبيب ما تدريش الخطبة، قلت له لي يعني لي يستنبني في الخطبة تأخر، قال أنا اضطريت مش نخرج من الدار نروح ندير الخطبة، قال عقبت جماعة قاعدين برا الجامعة احنا ما قاعدين برا يقصروا الخطبة، قد بقات له وقت 3 دقائق ولا 4 دقائق، قال سبحان الله فبديت الخطبة والناس داخلة، ومن بعد كي كمت رمشة من عين فرغ المسجد، قال وهكذا الصلوات، وهذه عادة أصبحت عندنا. ولذلك عدة مرات قلنا احنا كنا نحتج بالكورونا، وأنا قلت لكم الدروس هي مسجلة، قلت لكم هذه حجج باطلة. شوف أنا عمري وأشهد أمام الله وإن أخطأت وأتوب الله، عمري ما قلت يا ناس اللي ما يصليش بالتباعد صلاته باطل، قلت أنا الكلام هذا، وكانوا إخوان لنا يصلون بدون تباعد وما أنكرت عليهم أبدا، بالعكس قلت لهم يا خاوتنا حاولوا مع الكبار بركي تعرف واحد يعني هاك تعرفنا مساكن الناس ماتت ناس كذا جيت الدنيا لو تعرف لي يعني ما يحبش بعد عليه روح صلي في جهة واحدة أخرى، هكذا مش نحافظوا على الأخوة نحافظوا المسجد. لكن بعض الناس حجتهم كانت إيش نفاقا، ما كان لا كورونا لا والو، الكورونا فوق راسنا صح معليش عندك حجة وما تجيش المسجد وكذا، لكن وراء الكورونا الآن مش نقول لك يا خاوتنا احنا تمردنا عن شريعة الله خرجنا عن السكة، حرفنا يا خاوتنا صدقون اصطاد يدخلوا 8 سوايع نجي على الطريق السريع حارة عقلي عجايز نساء ها عندها أسبوعين أنا عاقب أنا جيت صليت والله في المنظر الجميل بلفي مش عطوا له بلفي المنظر الجميل صليت تم ومن بعد حكم الطريق السريع مش نجي كنت لازم ندخل حي مشغول حصلت يا ودي كارثة فتنة عظيمة جدا وش ندير بعد وليت تروح لوات سمار واكرمك الله وكان يرموا ذيك الزباله هذه وزدت خلطت لي تماك ما يعني ما عرفتش كاع يعني وعبك شغل غضبت علاش غضبت لما كنت اراه والله العظيم وبعد انت تجي المسجد سبحان الله 5 دقائق تعيا واحد يحسب لك شحال تزيد العيشه واحد يحسب لك شحال تزيد الصبح واحد لك هذه حجج باطله تخرج المقهى ناس معمر تروح سبحان الله الحومه قدام ديور الناس تطلع الفوق نفس الشيء وبعد يجي المسجد فإذا كان لابد أن نعود إلى الله وهذه حقيقة لازم نقبلوها احنا قلوبنا بعدت وأعرضت عن الله وبعد احنا نرمو الكرة في الوقت انت عندما تجد مجلس اغتنمه عبد الله هذه جبناها قاع مش نفهمه مسألة أن في بعض الأحيان لا تكفر النعمة احنا كانوا الخاوة يقول لك جيبوا لنا شيخ ياسين يقرينا الأحكام أنا جبنا شيخ ياسين وراء الحضور عنده 20 طالب ولا 2 طالب معروفين ناس تحكي الناس تحب تهضر برك ناس تحب تتكلم برك هاو الشيخ موجود كل 4 وراو يجيز الطلبة وكم من طالب الآن على مشارف الإجازة راح يكمل معه الإجازة والله ناس تحب تحكي برك تحب تقول برك تحب تهضر المهم تحب تهضر ويحب يبرز يوري روحه كما نقول احنا أرواح الدعوة هذه مشي كلام والعلم هذا مشي كلام فإذاك احنا عندما نقول إخوة الإيمان حرصوا لأن أرى الإخوة دائما يعني يحرصون على مثل هذه المجالس